حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه كما أخرجه مسلم في صحيحه فكذلك أخرجه أبو داود والنسائي، وهو قوله صلى الله عليه وآله وسلم: فراش للرجل وفراش لامرأته وفراش للضيف والرابع للشيطان. هذا يدل على أنه ينبغي للمسلم ألا يكثر من زخارف وزينة الدنيا من غير ما حاجة، فقال هنا والرابع للشيطان، وإضافته إلى الشيطان من باب الذم، لأن الشيطان يحب أن يحرص المسلم على ما زاد من تملك متاع الدنيا، وربما أن الشيطان يبيت عليه، وليس هناك تصريح، لكن لأنه قال والرابع للشيطان، ومعلوم أن الإنسان قد يأتي له أكثر من ضيف، لأن كلمة الضيف تطلق على الواحد وعلى الأكثر. إذن قد يكون لدى الإنسان في بيته قد يكون لديه 20 فراشا، لأن الحاجة تدعو إلى ذلك، لوجود من ينام عليه من الأولاد ونحوهم أو كثرة الضيفان. وقد قال النووي رحمه الله: لا يعني أن الإنسان لو اتخذ ما زاد عن حاجته أنه يكون للشيطان، لأنه ربما يكون الإنسان يتخذ فراشا زائدا لحاجته أو لحاجة زوجته لمرض أو نحو ذلك، فيكون عنده فراش من أجل هذا الغرض، فلا يدخل في هذا الذم إلا ما زاد عن الحاجة مما هو مقصد للتباهي أو التفاخر أو نحو ذلك، ولا سيما في زمنه صلى الله عليه وآله وسلم، لأن الناس بحاجة إلى أشياء أخرى غير الفرش، فيكون الزائد عن قدر الحاجة من غير ما حاجة يكون مذموما، وسواء وضع الفراش مبسوطا أو مطويا هذا لا تأثير له، بسط أم أنه طوي هذا لا تأثير له. ولو قال قائل: ورد عند مسلم من أن الإنسان إذا دخل بيته فقال بسم الله قال الشيطان لا مبيت لكم ولا عشاء، فهذا الحديث يختلف عن هذا الحديث، لأنه نص هنا على المبيت، بينما هناك قال فراش والرابع للشيطان، ليس معنى ذلك أن يتخذ الإنسان فرشا كثيرة ثم يقول بسم الله ولا يصدق عليه الحديث الذي هو الرابع للشيطان، لا، فهذا حديث وهذا حديث آخر.